الإدج كومبيوتينج. قبل ظهور الـ IoT، عدد الأجهزة اللي كان متصل بالإنترنت ما كانش كبير جداً زي عددها في الوقت الحالي، فكان الاعتماد الكلي في تخزين ومعالجة الداتا الناتجة عن الأجهزة دي كان على الكلاود. لكن مع ظهور الـ IoT أصبح عندي آلاف الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وبالتالي أصبح عندي كم هائل من الداتا الناتجة عنها، وكم كبير من الداتا دي بيحتاج للتخزين والمعالجة في نفس الوقت. فمن هنا ظهر عندي مجموعة من المشاكل، أولها مشكلة الباندويتس، إن أحتاج باندويتس عالي جداً أنقل خلاله الداتا دي في نفس الوقت. المشكلة التانية إن اللود على الكلاود أصبح كبير جداً. المشكلة التالتة بسبب بعد المسافة بين الإند ديفايس والكلاود سيرفر، بيكون في عندي latency بتأثر على البرفورمانس للريال تايم أبليكيشنز اللي بتحتاج ريال تايم بروسيسنج للداتا الناتجة عنها. فمن هنا ظهر الإدج كومبيوتينج. الإدج كومبيوتينج هو عبارة عن distributed computing system مكانه بين الكلاود والإند ديفايس، بيكون أقرب للإند ديفايس. كل مجموعة من الإند ديفايسز بيتم توصيلها على إدج جيت واي، بيتم خلالها الستورنج والبروسيسنج للداتا في وقت أسرع كتير من الكلاود، مع فقط إرسال relevant data للكلاود. فمن هنا حليت مشكلة الباندويتس، وكمان حليت مشكلة الليتنسي اللي كانت بتأثر على البرفورمانس. من ضمن المشاكل برضو اللي الإدج كومبيوتنج بتحلها هي مشكلة الباور كونسامشن، لأن إرسال الداتا خلال مسافات طويلة واستلامها ده بيستهلك باور عالية من الديفايس، وبالتالي لما أقلل المسافة اللي برسل خلالها الداتا بيقل عندي استهلاك الباور. example على الريال تايم ابس اللي البرفورمانس بتاعها اتحسن بشكل كبير بظهور الإدج كومبيوتنج هو الفيس ريكوجنيشن اب. قبل ظهور الإدج كومبيوتنج السمارت فون لما بيعمل اسكان لوجه الشخص كان بيرن الالجوريزم الخاص بالفيشر ريكوجنيشن على الكلاود، وبالتالي ده كان بياخد مني وقت كبير جدا. لكن مع ظهور الإدج كومبيوتنج الموضوع بقى أسهل كتير، وده طبعا حسن من الباور الخاصة بالسمارت فون. السلام عليكم، هتكلم عن جزء السكيورتي في الاي او تي ديفايسز. دلوقتي الاجهزه اللي بيتم توصيلها على الشبكه لم تعد مقتصره على البي سيز او السمارت فونز، ولكن بيتم توصيل اجهزه بيتم استخدامها في قطاعات مختلفه وصناعات مختلفه. يعني عندي مثلا اجهزه المنزل كلها يمكن توصيلها بالشبكه، وده اللي احنا بنسميه السمارت هومز، وعندي اجهزه الرقابه والحمايه اللي احنا بنسميها مثلا زي السمارت سكيورتي كاميراز وغيرها من الاجهزه في القطاعات المختلفه. ولكن الأجهزة دي بيتم تعرضها لأنواع مختلفة من الأتاكس. ولكن قبل ما أتكلم عن أنواع الأتاكس، أنا هتكلم عن المانجمنت سيستم. في يونت مهمة اسمها Command and Control Center. اليونت دي بتكون مسؤولة عن Software Maintenance وعن Configurations وعن Updates عشان أقدر أباتش Vulnerabilities والBugs وعن Authentication. في حاجة تانية اسمها الـ APIs. الـ APIs دي بتكون مسؤولة عن الـ communication ما بين الأجهزة، وإن هي بتكون زي gateway للـ command and control center عشان تقدر تعمل communication للأجهزة دي. عندي هنا في أكتر من issues بتعرض لي الأجهزة دي للـ attacks. عندي هنا أول حاجة الـ unpatched vulnerabilities، إن الأجهزة بتكون out of update، يعني مش بعمل لها update باستمرار. الـ weak authentication، إن هي مثلا ممكن أسيب الأجهزة على الـ default password، زي أقرب مثال ليها اللي هو الراوتر، الراوترز بتاعت المنازل. عندي هنا الـ vulnerable APIs، إن احنا قلنا الـ APIs دي زي gateway للـ command and control center، وبالتالي هي بتكون target لكثير من الاتاكس، زي مثلا man in the middle attack والSQL injection والDDoS attack. هتكلم دلوقتي عن الـ levels of attack. عندي أكثر من level للأتاك، وده بيكون بناء على التصرف والغرض بتاع الأتاكر. فعندي هنا أولهم الـ low level attack. هنا الأتاكر بيكون بيحاول إن هو يكون بإطلاق اتاك ولكنه بيفشل. الميديم ليفل اتاك، هنا الاتاكر بمجرد ان هو بيسنس الكوميونيكيشن ما بين اتنين نودز ولكنه مش بيلعب في الانتجريتي بتاعه الداتا، والانتجريتي هنا بمعنى ان الداتا تكون سليمه وكامله. الهاي ليفل اتاك، هنا الاتاكر بيلعب في الانتجريتي بتاعه الداتا. الاكستريملي هاي ليفل اتاك، هنا الاتاكر بيبقى له ان اوثرايزد اكسس بحيث ان هو يقدر يبرفورم الليجال اوبريشنز.
هتكلم عن انواع الاتاكس واللي انا كنت ذكرتهم قبل كده. اولهم هو المان ان ذا ميدل اتاك. المان ان ذا ميدل اتاك كان الاتاكر بيبوزيشن هيم سيلف ما بين اتنين نودز او ما بين يوزر وابلكيشن بحيث ان هو يسرق البيرسونال انفورميشن. والطريقة دي بيكون ليها أكثر من ميكانيزم، بيكون بناء على البروتوكول أو الثغرة اللي الأتاكر بيستغلها. في عندي هنا طريقة بسيطة جدا، اللي هو الأتاكر بيعمل فري هوت سبوت من غير أي authentication بحيث إن اليوزر يقدر يدخل عليها بسهولة. بمجرد إن اليوزر يدخل على الشبكة دي، الأتاكر بيقدر إن هو يسرق الانفورميشن اللي هو عايزها. ودي بعض الميكانيزم للمان ان ذا ميدل اتاك. فعندي هنا الاي بي سبوفينج والارب سبوفينج والدي ان اس سبوفينج والاتش تي تي بي اس سبوفينج. عندي بعد كده السيكوال انجكشن اتاك. المعنى هنا ان الاتاكر بيستخدم مالشس كود بحيث ان هو يمانبليت الباك اند داتابيس، وده بيحصل بسبب ان بيبقى فيه خلل في الباك اند كود، او بيبقى الموقع اللي الاتاكر بيستخدمه دلوقتي له اكسس مباشر على الداتابيس. وده برضو بيكون ليه اكثر من ميكانيزم. فعندي هنا الان باند سيكوال انجكشن والاوت باند سيكوال انجكشن، وعندي هنا البلاند. واخر نوع من انواع الاتاكس هتكلم عنه اللي هو الدي دي او اس اتاك. الاتاكر هنا بيقدر ان هو يتحكم في عدد كبير من الاي او تي ديفايسز، وبيكون الغرض هنا في ان هو يوقع سيرفيس معين، بحيث ان الاجهزه دي بيتم استخدامها از زومبيز في ان هم يستهلكوا كل الريسورسز بتاعه السيرفيس دي، وبالتالي السيرفيس دي بتقع. السلام عليكم، انا الاء السيد، هتكلم معاكم النهارده عن ماشين ليرنينج تكنولوجي فور اي او تي. زي ما احنا عارفين العالم بيتطور، مجال اي او تي بيتحرك بسرعه نحو تقدم التنميه التكنولوجيا، وبسبب كده عدد الاجهزه المتصله بشبكه واحده بيخلي من الصعب جدا معالجه البيانات وصعبه الاداره. مع ذلك يمكن للماشين ليرنينج ان هو يساعد في تنفيذ الطرق دي. تاني حاجه اللي هو الاي او تي تكنولوجي سوفت وير، غالبا بيتعامل مع فرعين رئيسيين من فروع الماشين ليرنينج. احنا هو سوبرفايزد ليرنينج تعلم باشراف، والان سوبر ليرنينج ان سوبرفايزد ليرنينج تتعلم بدون اشراف. وطبعا دول ليهم طبعا انواع تانية بتندرج تحتيهم، كل واحد بتشتغل بطريقه معينه. دلوقتي واي يوز ماشين ليرنينج فور اي او تي. عندي دلوقتي اقل حاجه تفسيرين رئيسيين ان احنا ليه بنتعلم ماشين ليرنينج، هو ايه الحل الافضل في عالم الاي او تي. الاول له علاقه مع حجم البيانات وفرص التشغيل تلقائي، والتاني له علاقه بالتحليل التنبؤي، اي انه بيتنبأ بحدوث الاحداث المستقبليه. عندي مثال ممتاز اللي عملته جوجل مع تكنولوجيا ال HVAC اللي هو مكيفات، هو ان هو دمج الاي او تي مع الماشين ليرنينج، ادى ذلك لخفض بشكل كبير في استخدام الكهرباء، ما ادى الى خفض استهلاك الطاقه. وبرضه من خلال تحديد المتغيرات بتساهم في تحقيق نتيجه معينه. برضه امكانيه بناء نموذج بيتنبأ برضه بدقه تامه بالاحداث المستقبليه. هو كان يوز ماشين ليرنينج تكنولوجي فور اي او تي اناليسز. عندي تلات طرق. واحد داتا اناليسز اوتوميشن، اتنين بريتكتيف اناليسز، تلاتة بريسكريبتيف اناليسز. ابلاينج ماشين ليرنينج تو اي او تي. مع وجود المحيط الكبير من البيانات مع تكنولوجيا الاي او تي، يا ترى ازاي هيتم معالجتها وتتبعها؟ هنا بقى بتيجي وظيفة الماشين ليرنينج، وهنا هناك عديد من الخوارزميات تقنيات الماشين ليرنينج اللي بتنفذها في فترة قصيرة من الزمن عشان تحلل كمية كبيرة من البيانات بسرعة وسهولة، وبتحسن أداء الاي او تي. وبرضه تقنيات الماشين ليرنينج بتكون مختلفة، مش دي بس، يعني برضه هي بتساعد الأجهزة على تحديد أنواع الأنماط المختلفة من مجموعة البيانات الجاية من مصادر متنوعة، وتتخذ القرارات المناسبة على أساس تحليلها. عشان كده ممكن نقول على الترابط ده إن الاي او تي هو الجهاز العصبي، والماشين ليرنينج مسألة الحد الشوكي. كونكتد اي او تي اند ماشين ليرنينج. واحد، اولا بتضاف السنسورات الاي او تي الالات اللي مستنيه متغيرات معينه زي الضوء والحراره، وبعد كده بتحمل بيانات وبترسل للكلاود او السيرفر عشان يحللها. دلوقتي ماشين ليرنينج هيجي دورها، بتكون موجوده على الكلاود بلاتفورم عشان بتغذي البيانات اللي بتتغذى على البيانات اللي جايه لها. بيقسم الماشين ليرنينج المعلومات والبيانات اللي بتستخدم في التدريب والتحقيق، بيبص بالشكل اللي بيلاقي فيه مئات الالاف من السجلات محتاجه الربط وحذف، وعشان يتوصل لألجوريزم أو عشان تعملي فرضية مناسبة. بمجرد إنشاء فرضية هيحتاج إن هو الاختيار والتحقق إن هو يتحقق من صحتها. طيب، مجرد ما يتحقق من صحة الموديل ساعتها بيتم نشره علشان يبدأ يتنفذ. application of machine learning in IoT. واحد، في قطاع الطاقة زي مثلا مكيفات الهواء والضوء.
اتنين في حركة التوجيه زي حركة المرور والطقس في المنزل، في زي التحكم في الضوء والرطوبة، أربعة في الصحة زي استشعار معدل ضربات القلب وحرارة الجسم، أو أخيرا في الصناعة زي الرعاية الصحية وغيرها. هنتكلم عن بروتوكولات نقل البيانات في إنترنت الأشياء. عندنا أربع بروتوكولات وفي غيرهم، لكن هنتكلم عن الأربع دول. أولا MQTT، ثانيا بروتوكول الكواب، الثالث AMQP، والXMPP. أول بروتوكول معانا هو بروتوكول MQTT، واللي قامت باختراعه هي شركة IBM، ثم منحته لمنظمة أسس عشان توحد بروتوكولات نقل البيانات بين جميع الشبكات. طيب كان الهدف من إنشائه هو استهلاك الحد الأدنى من البطارية وعرض نطاق الترددي الباندويث لربط أنابيب النفط عن طريق الأقمار الصناعية. طبعا الإصدار المتوفر والأحدث منه هو MQTT 3.1.1. طبعا البروتوكول ده هو الأكثر استخداما ودعما من جميع منصات إنترنت الأشياء كأمازون وجوجل وآي بي إم. عندنا بروتوكول كواب، البروتوكول ده متشابه جدا مع بروتوكول HTTP اللي بنستخدمه في نقل البيانات على الإنترنت العام أو الإنترنت اللي بنستخدمه كأشخاص. وجه التشابه إتاحة البيانات والموارد تحت عنوان URL، وفي وجه التشابه كمان اللي هو كليهما بروتوكول كواب والـ HTTP بيعتمدوا على نموذج RESTful Connection، وده بيميزه عن بروتوكول MQTT بحيث إن هو يسهل التكامل مع بروتوكول HTTP. طبعا هو الأفضل، هو الأنسب للمطورين من حيث التعلم. طبعا هو مصمم للتعامل مع الأجهزة شحيحة الموارد والطاقة، فبيستخدم الـ UDP بدل من TCP. يمكنه التكامل، وكمان من خصائصه يمكنه التكامل مع الجيسون والXML وأي نوع من صيغ البيانات. عندنا النوع الرابع اللي هو AMQP، طبعا هو بيعتمد على وضع الرسائل في كيو، وبيستخدم بيعتمد على نفس الطريقة اللي بيعتمد عليها الكيو، بنستخدمه في المعاملات المالية في البنوك. رابع نوع هو الـ XMPP، طبعا هو بيعتمد ان يكون في مراسلات وتواجد قبل الامتداد، اي انه بروتوكول اتصال وعرض قبل التوسيع، يعني حجمه ديناميكي، بيستخدم في إدارة الشبكات ومشاركة الملفات والألعاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم جانب في نظام إنترنت الأشياء هو الـ IoT Platforms، بيتيح جهاز إنترنت الأشياء اتصال بروتوكولات الإنترنت الكويسية وتواصلها مع الأجهزة الأخرى. إذن الجاب بين السنسورز والنتوركس داتا بيتم ملئها من خلال الـ IoT Platforms، عن طريق إن السنسور بيعمل سنس للداتا ويقدم إرشادات لإنشاء إحساس بكميات كبيرة من البيانات باستخدام الباك إند أبليكيشنز. وبعض منصات إنترنت الأشياء اللي هي الـ IoT Platforms اللي هنتكلم عنها، واحد زيتا، وهي API Framework مبني على API بتعتمد على Node.js. من مميزاتها إنها بترن على PC أو سيرفر، والانترفيس بتاعها سهل، وبتسهل للديفلوبر انه يأسمبل موبايل ابس وديسكتوب ابس وكلاود ابس، لها القدرة على انها تحول اي ماشين الى API. تاني حاجة اردوينو، هي منصة سهلة الاستخدام وبتوفر مزيج بين الهاردوير والسوفتوير في الـ IoT. تالت حاجة معانا الام الريموت، هي بتحل مشكلة دمج مجموعة اجهزة مع بعض ومصادر البيانات، وبتتيح تقييم التحديات وتصميم وبناء وإدارة الأبليكيشنز المعتمدة على الـ IoT، وبتتيح عمل ترانسفورم للداتا إلى انفورميشن. رابع حاجة معانا هي Node.red، وهي بروجرامينج فريم لربط أجهزة الهاردوير والـ APIs والـ WebSocket بطريقة جديدة، ومعتمدة على Node.js وبترن على كلاود. خامس حاجة معانا
فلاتر هي بروجرامبل بروسيسور تم تطويره للطلبة والمهندسين لمشاريع الإلكترونيات، وبيتميز بالأداء بأن الأداء بتاعه عالي. سادس حاجة معانا الـ M2M Labs Mainspring، هو بيعتمد على جافا والأباتشي كاساندرا، ومميزاته إنه بيتأكد من صحة البيانات وطبيعتها، وبيستعيد البيانات وبيخزن البيانات لأجل طويل. سابع حاجة معانا سينكس بورد لتخزين وتنويع البيانات. في منصات تانية معانا زي ثينجر وسايت وير وكا اي او تي بلاتفورم، دي كلها منصات بتسد الفجوة بين السنسورز وشبكات البيانات.